السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأفكار الجميلة أنك هذه الجوالين سواء النوع القاسي هذا أو النوع الأبيض تقدر تستخدمها لسقي الطيور وتأخذ فيها الأجر. فالفكرة أنك إيش تحدد تقريبا اللي هي الثلث الأخير من كل قنينة والآن حط لي علامة الفتحة تحت. وأهم مرحلة أسكر الفتحة الرئيسية وقلم رصاص أفتح لي فتحة صغيرة. والآن بسم الله تفضل صدقة الماي تقريبا 15 ريال أقل أكثر. أول ما تركبها في جالون زي كذا تعبي، وهذه صدقة لمن نشر هذا المقطع.